للمزيد ارحب بضيفي من واشنطن الباحث في معهد الشرق الاوسط الدكتور سمير تقي. دكتور سمير اهلا بك بدايه. كيف ينظر تصريحات الجنرال تشارلز براون؟ هل باتت الولايات المتحده تدرك بان هذه الحرب قد تاتي بنتائج عكسيه قد تشجع على ما يسمى التطرف نمو الحركات وانها في نهايه المطاف لن تستطيع استئصال حركه حماس؟ أولا سيدي أتشرف بك وبجمهوركم الكريم. في اعتقادي أن الولايات المتحدة الآن تدرك أن إسرائيل قد خسرت المعركة أصلا، لأن كل الأهداف التي وضعتها لأجل عملياتها العسكرية قد انتهت إلى فشل، بما فيها أولا موضوع الترانسفير بمعنى يعني تهجير القسر للفلسطينيين، ويبدو أن هناك جدار الآن يتكون في مواجهة هذه السياسة. ثانيا موضوع اكتساح حماس أو كسر بنيتها العسكرية والسياسية والتنظيمية. في اعتقادي أن ذلك ليس ممكنا، وتعرف الإدارة الأمريكية أن هذا ليس ممكنا إلا بقتل مئات الألوف من الفلسطينيين، وفي اعتقادي أن هذا أيضا يؤشر إلى الفشل الزريع في أهداف الحرب الإسرائيلية، ناهيك عن أن إسرائيل الآن تتصرف خاصة فيما يتعلق بالهدن على أنها ليست لديها رغبة في استعادة الرهائن، وهي لا تريد سوى الانتقام ثم الانتقام. لم تعد هناك حرب في غزة، إنها إبادة جماعية. إسرائيل لا تحارب، إسرائيل تبيد، ولذلك في اعتقادي هي الآن تكتفي بالسيطرة على أطلال المخيمات في غزة، ولكن ذلك لا يمكن بأي معنى من المعاني العسكرية والسياسية أن يعني انتصارا. طيب يعني عمليا تعتقد دكتور أن واشنطن يمكن أن تطلب أو تضغط على إسرائيل لإعادة النظر في نهجها؟ سيدي هي ضغطت في الماضي لأن كان نتنياهو يرغب في اكتساح مجنون لغزة وتمكنت من تهدئته، ولكن هذه التهدئة ليست كافية. في رأيي أنا الآن الولايات المتحدة تعاني من فشل ذريع نتيجة عدم تمكنها من الضغط بما يكفي على نتنياهو، ولأنه يوجه لها الصفعة تلو الأخرى في كل ما تقوله، بما فيها ما جرى البارحة من إعلان وزير الخارجية بلينكين بأن الضفة الغربية وغزة يجب أن تكون جزءا من كيان فلسطيني واحد في إطار حل الدولتين، هو يرد فورا بأنه أن إسرائيل ستبقى في غزة إلى أمد غير مسمى. كل ذلك يشير إلى تشققات في المواقف، ولكن أيضا يشير إلى عزلة وعجز أمريكي في الضغط على نتنياهو، علما أن حكومته هي حكومة ساقطة بكل المعاني من الناحية السياسية والعسكرية. طب في هذا الإطار ما ذكرته في شأن تصريحات أنتوني بلينكين ما بعد سيناريوهات ما بعد الحرب على القطاع، إلى أي مدى خطط إسرائيل الأمنية التي تعبر عنها فيما يتعلق بقطاع غزة، هذا إن استطاعت القضاء على حركة حماس تثير قلق الإدارة الأمريكية؟ بالطبع أنها تثير قلق الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية الآن تعرف تماما أن ليس لها مخرجا من البئر الذي نزلت إليه مع نتنياهو سوى بالتعاون مع الدول العربية ومع السلطة الفلسطينية، وكلما أمعن نتنياهو في إجرامه وقتله والإبادة للشعب الفلسطيني في اعتقادي سيصبح من المستحيل أن تتعاون الدول العربية والسلطة الفلسطينية على تنظيف ما قام به نتنياهو، وفي اعتقادي لذلك هناك فشل ذريع. والخطر الأكبر سيدي هو أن مع استمرار الصراع في غزة وقيام ما تقوم به إسرائيل، في اعتقادي خطر انتشار الحرب لن يبقى كما هو، وكما شاهدتم اليوم خامنئي يعتبر أن إسرائيل تهتز كما لم تهتز من قبل، وهذه فرصة لكل الخصوم الذين يريدون تحويل المنطقة إلى منطقة صراع أبدي بين دول متحاربة. باعتقادي هذه الفشل الأمريكي هو فرصة يتيح لهؤلاء بأن ينفخوا في النار. لكن القول دائما أن إسرائيل تستطيع أن تملي على الولايات المتحدة الأمريكية رغباتها، البعض يقول إن الولايات المتحدة إن رأت أن الأمور تخرج عن السيطرة
تستطيع إجبار الحليف إسرائيل على التوقف فورا، أليس ذلك إلى حد ما واقع يجب النظر إليه بجدية، ولا يجري السير وراء أن إسرائيل هي التي تتحكم بالإدارة الأمريكية؟ أنا لا أقول بأن الولايات المتحدة أن إسرائيل تسيطر وتتحكم بالولايات المتحدة الأمريكية. كان الرئيس بايدن ينجز بشكل بارع جدا عملية إعادة صياغة التحالفات المحيطة بالولايات المتحدة في مرحلة ما بعد نهاية القطب الواحد، ولكن المشكلة الرئيسية هي أن بايدن بالذات قد حدد بأنه ثمة محوران في العالم الآن يتكونان، المحور الليبرالي الذي يفترض أن تقوده الولايات المتحدة، وبالمقابل هناك محور يضم حماس وإيران وبوتين، وعمليا لا أحد يخدم هذا المحور الثاني محور إيران سوى الفشل الأمريكي في ضبط إيقاع وسلوك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التي قلت أنها من أكثر الحكومات تطرفا. وبالتالي أعتقد أن الموضوع لا أعتقد بأن إسرائيل تحكم، ولكن في اعتقادي هناك إرباك حقيقي في الدبلوماسية الأمريكية، وهذا سيكون مضرا لكل حلفاء الولايات المتحدة. النهاية إسرائيل خسرت المعركة، لكن من سيربحها؟ هل ستربحها إيران وتبقى هذه المنطقة قيد الاشتعال، أم ستربحها الدول العربية المعتدلة والتي مدت يد السلام ولكنها ترفض أن تكون أداة للإبادة الجماعية للفلسطينيين؟ وبالتالي هذا هو السؤال الذي يطرح على إدارة بايدن، وحتى الآن في اعتقادي لا تزال هناك تعثرات في السياسة الأمريكية. طب لا تقدم إجابات عن تلك الأسئلة التي ذكرتها دكتور سمير؟ الكل يعترف بأن هناك علاقة تحالف مع إسرائيل، لكن هناك أيضا دول عربية لديها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن لهذه العلاقات أهمية في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن ما تقوم به إسرائيل هو الذي يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية. اليوم الأعين تتوجه إلى ممارسات الاحتلال في قطاع غزة، ولا تنظر إلى إيران كعدو أساسي ورئيسي للدول العربية والإسلامية، بل العدو الأول هي إسرائيل، وغياب الحل السياسي هو الذي يؤجج من الصراع ويجدد من دوامة العنف. سيدي، أنت تشرح بعمق حقيقة المأزق الأمريكي بهذا الشكل، وفي اعتقادي أن الحكومة الأمريكية تراهن على أن لابد أن تنتهي هذه الوضعية التي وضعت إسرائيل نفسها. هي عمليا إسرائيل الآن تصطدم بجدار كبير من الفشل حتى فيما يتعلق بعملياتها العسكرية. هي الآن تتمكن فقط من احتلال أطلال، وتستخدم قنابل عنقودية لأنها لا تستطيع أن تدخل لهذه المناطق، لأنك إذا قررت أن تحتل منطقة فقبل أول شيء لا تفعله هو أن ترسل قنابل عنقودية يمكن أن تقتل جنودك، لأنها قنابل متأخرة تنفجر لاحقا. وبالتالي هذا يعبر عن فشل عسكري حتى، وليس فشل سياسي ودبلوماسي. لذلك أعتقد بأن الضغوط الأمريكية تتصاعد الآن، ولكن لا أريد أن أحكم مسبقا قبل أن أرى النتائج. نعم، تتصاعد. يعني هل تستطيع أن تدرج الحديث عن هدن إنسانية لأربع ساعات في شمال قطاع غزة دون الجنوب، دون توقف للعمليات العسكرية، دون توقف لهذا العدوان، بأنه يندرج في إطار الضغوط الأمريكية التي بدأت تتحرك لتصل إلى نقطة الوقف الكامل لإطلاق النار، طالما أن الأهداف العسكرية لهذا العدوان لا تتحقق ولا أي إنجاز حتى الآن يمكن النظر إليه باعتباره هدف تحقق لجيش الاحتلال؟ سيدي، للأسف كما قلت أن نتنياهو لا يريد استرجاع الرهائن، يريد فقط أن يسترجع هيبته هو العسكرية على جثث مئات، ربما مئات الألوف من الفلسطينيين. ولكن الأهم في ذلك أن هذه الهدن تعبر عن فشل أمريكي إضافي في الضغط على إسرائيل. فكانت الهدنة يفترض كما صرحت الولايات المتحدة أن تكون تدوم 3 أيام وأن تترافق بالإفراج عن عدد من المحتجزين، ولكن للأسف يبدو أن نتنياهو غير موافق على ذلك، وهو مصر على أن يستمر في عناده. وفي رأيي هذا التعنت
سيعني أيضا مزيدا من الفشل، وربما سنصل إلى مرحلة يتغير فيها الوضع السياسي في إسرائيل. ولكن الأهم أن الولايات المتحدة عليها أن تضغط بغض النظر عن من يحكم الآن في إسرائيل، أن تضغط بشكل قوي في هذا الاتجاه. طب هذه المواقف الأمريكية منذ بداية العدوان وحتى الآن، ولا يعلم غدا كيف ستكون، تعتقد أن هدف الإدارة الأمريكية أو رئيس جو بايدن تحديدا من هذا الدعم اللامتناهي، ولكن هو دعم معروف ربما غريزي للرئيس بايدن فيما يتعلق بإسرائيل منذ أن كان في مجلس الشيوخ الأمريكي، سيعزز من حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ يعني أولا أنا في اعتقادي السبب الرئيسي في الدعم الكبير الذي تلقته إسرائيل ليس ناجم عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم مباشرة في الأعمال العسكرية في غزة، ولكن المشكلة الرئيسية أنه في لحظة معينة كما في بعد 11 من أيلول تكون انطباع غريزي وليس عقلاني بأن ثمة مخاطر على الأمن القومي والوجودي لدولة إسرائيل. وبالفعل يعني أن اللحظات مرت كان هناك سؤال هل وصلوا إلى تل أبيب أم لا. ولذلك أريد أن أشير إلى قضية جوهرية هنا في هذا السياق، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنه من الضروري القيام بكل ما يمكن من أجل دعم وجود إسرائيل، ولكن أعتقد أن الانتخابات الأمريكية لن تحكم على هذا الأساس. الأمريكان بشكل عام لا يصوتون لصالح على أساس السياسة الخارجية، نادرا ما يصوتوا، لكن بلا شك أن اللوبي المناصر لإسرائيل قوي إلى حد بعيد. ولكن بالمقابل المشكلة الرئيسية لبايدن هي داخل حزبه. حزبه يشمل اليسار والشباب، ليس بالضرورة الشباب اليسار، حتى الشباب الليبرالي يرفض أن يمرر الدبلوماسية الأمريكية بهذا الشكل. وبالتالي أعتقد الخطورة على بايدن تنبع من مواقف الشباب الذي يصعد الآن في صفوف الحزب الديمقراطي والذي يرفض أن تكون هكذا ممارسات السياسة الأمريكية. نعم، أنا أشكرك من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير تقي، شكرا جزيلا لك.